عمارة المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع بحلقات العلم، حلقات تحفيظ القرآن، ترفع بنشر الخير وبنشر السنة وبنشر توحيد وتعليم الناس ما ينفعهم، ترفع بتنظيفها وتبخيرها وتجميرها. هذا من جملة ما ترفع به بيوت الله جل وعلا. ترفع بيوت الله فتصان عن الشرك وعن البدع والمحدثات. خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 27 من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف الهجرة، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نحمد الله جل وعلا على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة، ومن نعمه إتمام هذا المسجد المبارك الذي أسس على السنة والتوحيد من أول أمره، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فنسأل الله عز وجل أن يتقبله من جملة الأعمال الصالحة لكل من شارك فيه ومن قام عليه. جزى الله بانيه خيرا وبارك الله له في نفسه وأهله وماله وولده، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وفي حديث جابر عند ابن ماجه: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات أو أصر بنى الله له بيتا في الجنة. والقطات نوع من الطير يشبه الحمام، ومفحصها بيتها، وهو مكان صغير وصغير جدا. لو كبر لا يتسع لأكثر من مكان رجل واحد، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: وجدنا على طريق الحجاج مساجد أكبر من مفحص القطات بقليل، لا تتسع إلا لمصل واحد. فهذا الذي فعل مسجدا كمفحص قطاه يبني الله له بيتا في الجنة. وبيوت الجنة مهما علت بيوت الدنيا لا تكون كبيت من بيوت الجنة. ففرق بين بيت من بيوت الدنيا تجري من تحته المجاري، فرق بينه وبين بيت من بيوت الجنة تجري من تحته الأنهار. ولا يدرى كم ارتفاعه، لا يعلم ذلك إلا الله، وكم اتساعه هنا وهناك، ومن أي شيء بني، إنها لبنة ذهب ولبنة فضة. وماذا فيه مما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين من الأسرة والأرائك والأشجار والثمار والأنهار والحور العين والخدم؟ هذا البيت الواحد. فالله عز وجل يعطي فضله من يشاء. يا معشر المسلمين، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغضها أسواقها. فهذه المساجد هي أحب البقاع إلى الله وأحب البلاد إلى الله. فلن يكون بيت شخص أفضل من بيت الله جل وعلا. أنت في بيت الله تجد السكون وتجد الاطمئنان وتجد الراحة، حتى ولو كنت جالسا ساكتا فهو خير لك من البقاء في الأسواق والشوارع. قد لا تسلم من فعل معصية أو قول معصية، وإن سلمت فقد لا تسلم
من أن تسمع وترى معصية غيرك. فكم في الأسواق من غشاش وكذاب وحالف اليمين الفاجرة وظالم ومغالط وغير ذلك، كم في الأسواق من ذلك. فالشيطان ينصب رايته في الأسواق ليفعل فعلته ويغوي الناس ويوقعهم في المعاصي. فالذي في بيت الله عز وجل آمن من ذلك. فلهذا أحب الله عز وجل المساجد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. ثم ذكرهم إلى أن قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني محبا لبيت الله جل وعلا، وفي قلبه العناية ببيت الله، قلبه معلق بالمساجد، ببناها وبتنظيفها وببذل ما يستطيع في خدمتها، ومعلق قلبه بالمكث في المسجد، لا يضجر من البقاء في المسجد، بل يجد الراحة ويجد الاطمئنان في بيت الله. فإذا احتاج إلى الخروج للرجوع إلى أهله أو الذهاب إلى عمله يذهب، ولكن قلبه معلق بالمسجد. من حين خروجه إلى حين رجوعه بالمسجد. وشبه قلبه بالقنديل المعلق بالمسجد، يعني أنه يذهب وكأن قلبه معلق في المسجد حال خروجه منه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقير، واديان أو واد من أودية المدينة؟ قال: فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. هذا إذا ذهب الإنسان إلى المسجد يتلو كتاب الله ويتعلم معاني كلام الله، يعد الله عز وجل له هذا الأجر، وهذا تقريب إلى الأذهان. وإلا فالآية الواحدة أغلى من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والمراد بالنزل ما يعده المضيف لضيفه، يعني أنه كلما ذهبت إلى المسجد
أعد الله لك ضيافة معينة يدخرها لك أجرا عنده. هذا فضل الله عز وجل لمن أحب بيوت الله، فضله سبحانه وتعالى ورحمته ومنته لمن يحب بيوت الله ويحب المكث فيها والجلوس فيها. بيوت الله عز وجل مأوى الصالحين ومأوى العلماء، فإنهم تعلموا في بيوت الله وعلموا الناس الخير في بيوت الله، فانتشر الخير وانتشر العلم من بيوت الله. هل يستطيع العالم أن يتتبع الناس في بيوتهم وأسواقهم ومجالسهم يعلمهم الخير؟ هذا صعب إن لم يكن محالا، ولكن الناس يجتمعون إليه في بيت الله فيتعلمون منه ما شاء الله أن يعلمهم، فهنيئا لأهل العلم ولمن جلس إلى أهل العلم في بيوت الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه مواهب يهبها الله عز وجل للجالسين في حلقات العلم في بيوت الله، وإن كان الله عز وجل يعطيهم هذا الفضل إذا جلسوا في غير المساجد للذكر، ولكنهم في المسجد ينالون الأجر الأعظم. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله عز وجل يضرب مثلا لنور الإيمان في قلب المؤمن، فشبه نوره كمشكاة، وهي الكوة في الجدار، مكان في الجدار لا ينفذ، مثل الطاقة النافذة لكنه لا ينفذ إلى الخارج، فيها مصباح، والمصباح هذا في زجاجة، يعني فتيلة مضيئة مثل ما النوارة وغيرها فيها مصباح، المصباح في زجاجة.
وتوقد بزيت الزيتون لقوله من شجرة مباركة. وهذا الزيت المبارك يقول إذا نظرت إليه كأن النور سيخرج منه. ومع ذلك يظهر نورها كأنه كوكب دري. هذا نور الإيمان في قلب المؤمن كمشكاة في مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. سيأتي بقية الكلام، انتبه. هذا الجمال لهذا الضوء إن وضعته في بيتك فهذا جماله، إن وضعته في ولو في دورة مياه أكرمكم الله هذا جماله، ولو وضعته في كنيسة هذا جماله، أو في معبد وثني هذا جماله، لكن جماله يزداد يوم أن يكون في بيت من بيوت الله. فشبه الإيمان في قلب المؤمن بهذه المشكاة القوة الذي فيها مصباح عليه زجاجة ويوقد بزيت الزيتون المبارك ويظهر ضوءه كأنه كوكب دري ويزداد فخرا أنه في بيت من بيوت الله. هذا المصباح الذي أمامك كل البيوت فيها من هذه المصابيح، أكرم الله هذا المصباح أن يكون في المسجد. هذا الميكروفون للصلاة والذكر والأذان مثله في المسارح، مثله في المسارح للأغنيات والتمثيليات وغير ذلك. فهذا المصباح وهذه المشكاة، هذا الضوء العظيم في بيت من بيوت الله. فقلب المؤمن طاهر زكي. ثم ذهب يشرح في شأن بيوت الله بعد أن شبه نور الإيمان في قلب المؤمن بما سمعتم وأنه في بيت من بيوت الله. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال السعدي عليه رحمة الله: هذا مجموع أحكام المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع بماذا وترفع عن ماذا؟ فهي ترفع بأشياء وترفع بصيانتها عن أشياء. فأشياء كريمة تفعل فيها، وأشياء لا تليق بها لا تفعل فيها. فالمساجد ترفع بصلاة الجمعة والجماعة، يجتمع فيها المسلمون، فالذي لا يصلي مع الجماعة ما رفع بيوت الله كما أمر الله جل وعلا. لا بد أن يشارك كل مسلم في رفعة بيوت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع بحلقات العلم، حلقات تحفيظ القرآن، ترفع بنشر الخير وبنشر السنة وبنشر التوحيد وتعليم الناس ما ينفعهم، ترفع بتنظيفها وتبخيرها وتجميرها. هذا من جملة ما ترفع فيه به بيوت الله جل وعلا. ترفع بيوت الله فتصان عن الشرك وعن البدع والمحدثات. فكم من أناس ربما جعلوا في بيوت الله احتفالات شركية فيها دعاء غير الله، لا سيما في بلدان استحكمت فيها البدع والضلالات، فتراهم يقفون ويرقصون ويأتون بأهازيجهم وفيها دعاء غير الله، فيها دعاء الموتى، فيها الشرك بالله جل وعلا. أو أنها تقام فيها
احتفالات مبتدعة كالموالد والحضرات والشعبانيات وغير ذلك، فتصان بيوت الله عن هذا. بيوت الله ترفع عن نشد الضالة، فقد قام رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيكم يدل على الجمل الأحمر؟ يقول: إنه ضاع عليه الجمل الأحمر. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. فعلى هذا ولو كان يجلس في مكان معد للصلاة يبيع طيبا أو مساويك أو غير ذلك، لا يجوز له ذلك، يبقى في مكان خارج عن مواضع الصلاة. فتصان بيوت الله عز وجل عن مثل هذا، وهكذا تصان بيوت الله عز وجل عن أكل القات ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس، ربما في حال الاعتكاف يعتكفون ويأتون بالقات ويأكلونه في بيوت الله سبحانه وتعالى. فتصان بيوت الله عز وجل عن هذا. تصان بيوت الله عن الأطفال الذين لا يحسنون الطهارة، فربما يكون في ثيابه البول ويأتي إلى المسجد مبلل الثياب فينجس بيت الله عز وجل. تصان بيوت الله عن المجانين الذين يزعجون الناس، وربما كانوا بثياب ملوثة غير طاهرة. كذلك تصان بيوت الله عن النغمات الهاتفية التي انتشرت الآن عبر الهواتف في استقبال المكالمات، فترى الإنسان يدخل إلى المسجد ولا يصمت الهاتف أو يطفئه، وإذا بك تسمع أشكالا وأنواعا من الموسيقى تلقى على الناس، والناس في بيت الله في تلاوة القرآن أو في أداء الصلاة ونحو ذلك. فهذا مما تصان عنه بيوت الله جل وعلا. تصان بيوت الله عن الخصومات والسب واللعن ونحو ذلك، فربما تخاصم الرجل مع شخص آخر، أخرج خارج المسجد وأنهي مشكلتك هناك واتق الله فيما تقول. فتصان بيوت الله عن مثل هذا. ولهذا لم يجعل الحكام المساجد أماكن لفصل قضايا الناس، لأن ذلك يؤدي إلى اللغط ورفع الأصوات في بيت الله عز وجل، وربما خرج من الكلام ما هو معلوم مما يحصل في الخصوم. وسمع عمر بن الخطاب رجلا يرفع صوته فقال: من أين هذا؟ قالوا: من أهل الطائف. قال: أما إنك لو كنت من أهل البلد لعلوتك بالدرة أو كما قال. وسمع أناسا يلغطون في المسجد قال: أما تدرون أين أنتم؟ ونحو ذلك. فهكذا معشر المسلمين تكون المساجد فيها السكينة وفيها الوقار، فيها الهدوء، فيها تلاوة القرآن وذكر الله، لا سيما ونحن مقبلون على هذا الشهر المبارك يكثر الناس فيه التلاوة لكتاب الله. فربما لو ذهب إلى بيته بعض الناس قد يشغل مع الأهل والأولاد فلا ينشط لتلاوة القرآن، فيبقى في المسجد ساعات من وقته يتلو فيها كتاب الله عز وجل ويذكر الله ويدعو الله ويصلي، فلا يخرج من المسجد إلا وقد أخذ الأجور العظيمة. ففي بيت الله عز وجل بركة. لو قرأ ساعة واحدة مع خلو الذهن وعدم الانشغال بشيء لقرأ شيئا كثيرا ربما لا يستطيع أن يقرأه في بيته في عدة ساعات. المقصود معشر المسلمين
ليكن المجهود منا جميعا في تعظيم بيوت الله عز وجل واحترامها وإكرامها والحفاظ عليها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أسأل الله عز وجل أن يجزي باني هذا المسجد خيرا، وأن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.